احنا دايما بنستخدم حاجة اسمها الحماية الاجتماعية، مصطلح بنستخدمه دايما عندما نتحدث عن دور الدولة في حماية المواطن. طيب، حصلت زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية نسبتها 48.8%، قول 49. طيب يعني كم بالفلوس يا يوسف؟ يعني 529.7 مليار مصري. حلو كده؟ طيب منهم 470 مليار جنيه راحوا لزيادة الأجور، وبالتالي تروح لزيادة الأجور فيحصل ارتقاء بأحوال العاملين بالدولة. اللي احنا بنتكلم فيه ده جاي من منطلق مهم جدا، الدولة لا تغمض العين أبدا عن المواطن، وبالذات الموظفين اللي موجودين في الدولة، العاملين اللي موجودين في الدولة. الدولة في أكتر من مرة من 2014 وحتى هذه اللحظة، لو حضرتك لاحظت كويس أو ركزت معايا حبتين، هتجد أنها بترفع الأجر بتاع أو الحدود الدنيا للأجور للعاملين من سنة لسنة لأخرى وهكذا. طيب تعال نشوف التفنيدة بتاعة الـ 48% الزيادة دي جت بالظبط إزاي. نروح أولا نرحب بالأستاذة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة الاجتماعية بوزارة المالية. أهلا بيك يا فندم. مساء الفل أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ نشكر ربنا فضل ونعم يا رب على طول. استاذ صراحة حضرتك كمان المتحدث الرسمي لشؤون الموازنة، يعني دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. احنا في الخدمة حضرتك ومعاك دايما. احنا اللي تحت امركم. قولي لي يا استاذة سارة، ال 48.8 دول التفنيد بتاعهم ايه؟ او ال 529 مليار التفنيدة بتاعتهم ايه؟ طب ممكن بس قبل ما نبتدي نشرح المواطنين نفهمهم ليه دفع الحماية الاجتماعية أو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي تعتبر على أولويات الموازنة السنة دي في دقيقة واحدة. حلو. احنا عايزين نقول ان الموازنة طبعا السنة دي الناس كلها حاسة قد ايه في ضغوط على الاقتصاد المصري، ولازم طبعا نكون كلنا مقدرين الضغوط دي. احنا كدولة بقالنا أكتر من 3 سنين في حاجتين حصلوا كبار جدا، في أزمة عالمية هي كوفيد، كان لأول مرة العالم كله بيتعرض ليها، فشبكت مع كمان حرب عالمية ما بين روسيا وأوكرانيا. الكلام ده كله ألقى بظلاله على كل اقتصادات العالم وليس فقط الاقتصاد المصري، إلا إن الحكومة المصرية حقيقي بذلت مجهود كبير بكذا حزمة تحفيزية عشان نضمن توازن ما بين حاجتين. أول حاجة إن المواطن المصري على قد ما نقدر نخفف وطأة هذه الأحداث عليه في حياته اليومية، سواء بنحسن له مثلا خدمات عامة، شبكة حماية اجتماعية، ده التفنيد اللي هقولها حالا. ومن ناحية تانية إن احنا نستمر كدولة في جهودنا السنوية عشان نحفز 3 حاجات، النمو والتنمية والإنتاج. ليه؟ لو أنتجنا نقدر نصدر، نجيب عملة أجنبية، نخفف من وطأة الأحداث اللي احنا فيها، كمان نزود الاستهلاك المحلي احتياجاته. ده سريعا جدا. ندخل بقى في اللي بيحصل النهاردة في موضوع دفع الحماية الاجتماعية أو الخبر اللي نزل. الحقيقة الموازنة السنة دي اتعمل بتوازن شديد زي ما أشرت، وكان مهم جدا بالنسبة لنا إن احنا نكمل نغطي كل احتياجات المواطنين وكل أجهزة الموازنة العامة وكل المحليات علشان نتأكد إنه زي ما أشرت إنه نخفف من وطأة الضغوط التضخمية دي، أو التضخم يعني ارتفاع في مستوى العام الأسعار، اني انا اشرت في البدايه انه له يعني دافع كبير من اللي بيحصل عالميا، لكن كمان طبعا داخليا كنا مهتمين ان التفنيده بتاعتنا احنا تقريبا في حدود 590، ده بس فقط لدفع الحمايه الاجتماعيه والضمان الاجتماعي. اكبر مكون ليها هي الحقيقه السلع التموينيه في حدود 131 مليار، وطبعا معاها الدعم النقدي والحاجات اللي بتتصرف مع البطاقه، تصنيف طبعا جوه مثلا حضرتك عارفين كلكم ان القمح العالمي ارتفع سعره خارج مصر، وحتى كمان المحلي ادينا له دعم. فده طبعا احنا بنحاول ان احنا نكون في خلال كل سنه بنعمل 100 مليار رغيف خبز مدعم. وطبعا حضرتك عارف ان في دلوقتي فئات ثانيه بتستهلك بقى يبقى اغلى من كده، لكن على الاقل حصلنا بالنسبه دي على الرغم من ارتفاع اسعار القمح، وحضراتكم طبعا عارفين انه جزء كبير كنا بنستورده اصلا من روسيا واوكرانيا، فكان لازم نجيب بدايل من اسواق مختلفه. طبعا مجهود كبير وتكلفته زادت علينا في التصنيع والانتاج وكل والنقل طبعا. ده اول حاجه. ثاني حاجه في التفنيده بتاعتنا هي تكافؤ الكرامه. الحقيقه البرنامج ده مهم جدا، بيخدم اكثر من 5 مليون اسره
انا بنفسي نزلت شفته في الفيوم، بنتابعه من خلال وحده الشفافيه والمشاركه المجتمعيه. عندنا مشروع كبير الشباب بيساعدونا فيه ازاي ان احنا نساعد الدوله، وكمان في نفس الوقت نعمل مساءله مجتمعيه نطمن انه هذه الاموال بتروح لحقها. فاحنا بنعمل كده في الفيوم، وان شاء الله هننتشر في كذا محافظه تاني. فانا بنفسي شفت المجهود اللي بيتعمل على ارض الواقع. عايزه اقول كمان ان في مبادرات رئاسيه كبيره جدا اتصرف تقريبا عامه، يعني غير المبلغ بتاع الحمايه الاجتماعيه عليها السنه دي اللي هي المرحله الثانيه من ثلاث مراحل بتاع حياه كريمه، اكثر من 400 مليار جنيه، وده هيخدم الحقيقه اكثر من 1600 قريه و52 يعني 52 مركز وهكذا. عظيم. البند الثالث اللي هو الاسكان المحدودي الدخل، محدودي ومتوسطي الدخل، وده الحقيقه في حدود 10 مليار. في 14 كمان مليار راحوا للتامين الصحي الشامل، وده مهم جدا ان احنا نقوله. في مبالغ راحت تقريبا في حدود 3 مليار تامين للغاز الطبيعي. هي يعني التصنيفه جميله جدا. احنا طبعا مدركين انه الجميع يحتاج الى المسانده. احنا طبعا احنا بنولي الاهميه طبعا للفئات الاكثر احتياجا، لانه دي الفئات اللي احنا محتاجين ان احنا نقف في ظهرها على الاقل عشان نخفف الوطأه. لكن الحقيقه بشكل عام الموازنه العامه للدوله بتراعي بشكل افقي ورأسي تحسين مستوى الخدمات العامه للجميع. فهو ده اللي احنا عايزين نقوله. كمان مبادره حياه كريمه ديت مش بس انها بتوفر او بتحسن بيئه الحياه من صرف صحي ومستشفيات وتعليم وتبطين ترع وخلافه، لكن كمان هي بتساعد على خلق فرص عماله، وده الحقيقه برضه بيساعد بشكل افقي ورأسي في توفير كثير من الاحتياجات، سواء خلق يعني دخول اضافيه للمواطنين. عظيم جدا. طب انا شايف ان عندي بند الزياده او تخصيص 470 مليار جنيه للاجور للارتقاء باحوال العاملين، السنه اللي فاتت او في الموازنه السابقه كان قد ايه؟ بص، احنا الاجور فيها زياده كبيره السنه دي لوحدها، لان احنا في حاجه مهمه جدا وخطيره، هو احتياج كل من قطاع الصحه والتعليم اللي ليه تعيينات جديده. فاحنا عندنا 30,000 في كادر الاطباء والصيادله، وعندنا 30,000 للمعلمين. ده الحقيقه بيوازي يعني حاجه مهمه جدا. احنا بقى لنا سنين طويله موقفين التعيينات اصلا، يعني اي حد عايز يتعين ده الحقيقه كان له هدف ان احنا عايزين فاتوره الاجور توصل كنسبه من الناتج المحلي او كنسبه من الموازنه بتاعتنا تكون ماشيه على المسار الصحيح، يبقى في كفاءه وانتاجيه، وفي نفس الوقت ان احنا ما يكونش فيه عبء اضافي على الموازنه العامه للدوله. ليه؟ لان قبل كده زمان كان عددنا 6 مليون يعني موظف في الجهاز الاداري الدولي. دلوقتي لا، احنا الموجودين هم اللي احنا محتاجينهم، وطبعا مع نقل العاصمه حصل فلتره اكتر ورفع كفاءه وتدريبات وخلافه. فبند الاجور السنه دي على الرغم ان في زياده الا انها تم توزيعها مباشره للاحتياج. ايه الاحتياج؟ ان احنا يكون عندنا قطاع المستشفيات كتير، عندنا مستشفيات كتير كان في نقص في الدكاتره، ده لازم نقول، فلازم كنا نولي ده عنايه زياده. تاني حاجة كمان عندنا علاوة دولية غير 30,000 بتوع المعلمين اللي احنا زودناهم، كان محتاجين ان احنا يكون عندنا علاوة دولية، لان احنا بنحاول ان احنا نراعي جميع الفئات. زي ما اشرت تقريبا احنا في 4 أو 5 مليون او اقل معلمين جهاز الاداري الدولة دلوقتي، ان هم كمان نساعدهم زي يكون في زي يعني زي مساعدة او في حدود حتى مش قليلة 1000 جنيه او مش اقل من 1000 جنيه تساعدهم شويه من تخفيف الوطأه بتاعه الاسعار اللي هي على الجميع. حلو قوي. يعني انا عمليا عدد العاملين بالجهاز الاداري للدوله قل تقريبا في حدود مليون مليون ونص. بص خليني ارجع لك الرقم ده، الرقم اللي انا فاكراه ماشي، لكن اللي انا بقصده ايه يا فندم؟ انه عدد العاملين عندي اقل، ولكن اجمالي المنصرف للاجور والزيادات اكتر. ده يبين بقى ان احنا زمان كان يبقى الترقي مش كان بلا أدمية، دلوقتي لا، مع قانون الخدمة المدنية بالكفاءة والإنتاجية. فده برضو مؤشر مهم جدا زي ما حضرتك أشرت ليه. ولازم كمان الناس تبقى عارفة إنه يعني في أي دولة أنت إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن جميع مواردها نصرفها بمنتهى العدالة، سواء عدالة اجتماعية أو كمان عدالة للأجيال طبعا. فأنا عايزة أدفعك لقدام، أستخدم كل مواردي، نقلل كمان الهدر، نقلل على قد ما نقدر ديون، فيما عدا السنة دي فقط غصب عننا اضطرينا إن إحنا لأن أسعار الفايدة العالمية زادت علينا، مش عشان إحنا كنا عاوزين كده، لكن فيما عدا ذلك أنا عايزة أراعي إنه الخدمة اللي بياخدها المواطن ده أنا أكون كمان عملنا طبعا كمية ميكنة. أنا عايزة أقول لك إن إحنا كمان استردينا في حدود 150 مليار جنيه بس انهاء منازعات من مصلحه الضرائب. ده حقيقه مجهود كبير الناس لازم تعرفه. فعدد الناس اللي بتشتغل اقل، لكن كفاءتنا عماله بتزيد.
فده الحقيقه عايزين ندي كل الشكر لكل الناس اللي بتتعب وعندها يعني بتبذل مجهود كبير، وبنقلل اي نوع من انواع الفساد بقى دلوقتي في ميكنه ودفع فوري ودوره النقود في الاقتصاد ابتدت تزيد. يعني طبعا احنا مش بنقول ان احنا حققنا منتهى املنا، لكن كم الخدمات كمان اللي بتقدم الكترونيا على بوابه مصر الحكوميه، كم الموبايلات الابلكيشن اللي بتدفع بيها الكهرباء والغاز والمرور وكل وانت قاعد في بيتك، ده مجهود كبير، ده مما لا شك فيه. طب السؤال الاخير اللي دايما يشغل بال كل الناس، امتى الموازنه هتستريح؟ دي بقى حتتي بقى يا استاذ. ايوه انا بقى قلت عشان كده قلت لك ايه، قلت لك وكمان المتحدثه باسم الموازنه، بس حلو كده. طيب احنا انا هديك زي ما بيقولوا كده ايه الموضوع يعني تلخيصا، او زي ما حب الناس كده بيقولوا هديك الزتونه. ماشي. بس ده موضوع كبير لازم يتفرد له مره نقعد كده افرط عشان الناس كمان تقتنع. يا ريت اتشرف. الناس من حقها تعرف. اولا انا مقدره جدا العبء، مفيش مواطن في الدوله مش حاسس بالعبء اللي احنا فيه، فاي حد يقعد يحكي له على الكلام ده وهو مش حاسس بيه هيقول لك ما انتوا الاسعار عماله بتزيد والحكومه لا الحكومه مالهاش دخل خالص، بالعكس الحكومه بتحاول توفر على قد ما تقدر الاحتياجات الاساسيه للمواطنين، علما بان اسعارها جوه مصر وبره مصر بتزيد، فالناس مش فاهمه، لكن هم من حقهم يعرفوا. الموازنه تستريح امتى يا استاذ يوسف؟ تستريح بمنتهى البساطه اللي انا هقولها لك دلوقتي. ايوه. لما كل كيانات الدوله من قطاع حكومي وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني يمشوا في نفس الاتجاه، البلد مش بس هتستريح، انا عايز اقول لك ان مصر هتنط نطه مع كم الاصلاحات اللي احنا عملناها الوقت اللي فات، حتى مع رغم الازمه، انا بقول لك احنا قادرين على توليد كميه فوائد وارباح على الرغم من الازمه، بدليل ان في شركات قطاع خاص على الرغم من الازمه بتحقق ارباح مهوله. فالموازنه بقى، الموازنه ما ينفعش انها زي ما نقول ايه ايد لوحدها ما تسقفش، صح طبعًا. ولا مش صح؟ طبعا. طيب الموازنه دي عباره عن ايه؟ لو جينا فكرنا فيها عباره عن موارد، اهم مورد كام؟ الضرايب. ماشي. خلاص الضرايب دي بقى انا معناه، وطبعا انا مش بقول يعني ذاتي في حدود 65 او 70%، لكن مش بقول ابدا ان بقيه الموارد الغير ضريبيه، بالعكس ده عماله بتزيد، انا عماله اعمل حاجتين مهمين جدا، بصلح من جوه المطبخ زي ما بيقولوا ليه؟ علشان انا عماله اوسع بالنسبه لي، عماله بجيب الفلوس المستحقه اللي هو فعلا الضريبه المستحقه بمنتهى العداله اللي الناس تدفعها، لكن في نفس الوقت انا عماله اقلل الهدر. فاحنا كنا ماشيين بخطه ثابته وسابنا كميه يعني خطوات لقدام، اتخبطنا زي ما تقول كده في راسنا خبطتين مش لوحدينا، كورونا دخلت مع حرب. طيب ايه العمل؟ العمل ان احنا زي اي مره دخلنا في اي ازمه قدرنا نطلع منها، دي ما هياش ازمه جديده على اقتصاد مصر وطلعنا بمنتهى الكفاءه. لكن المره دي في حاجات كتيره متشابكه، ما هياش فقط الحكومه اللي في ايديها الموضوع، المواطن ليه دور، القطاع الخاص ليه دور، منظمات المجتمع لها دور. احنا لو كلنا قرينا الوضع صح ومشينا في نفس الاتجاه اوعدك بقى ان الوزن تستريح في وقت يعني قياسي. اخر حاجه عايز اقولها بسرعه في الدقيقه لو سمحت لي. اتفضلي. تقرير طلع من جولدمان ساكس ده بنك يعني عالمي. ايوه. بيتكلم ازاي الاقتصاد المصري هيفضل يتضاعف، ده طبعا احنا مش بنقول عن نفسنا، ده هو اللي بيقول، هو قال اللي بيحصل في مصر. هيفضل يتضاعف كل 10 سنين، يعني دلوقتي معدل نمو عندي كذا اضربه في 2 كل 10 سنين لغايه لما ده كده من هنا من السنه دي لغايه 2050. 20 بقى 75 احنا بقينا من اكبر 12 اقتصاد في العالم. الناس ما بتقولش كلام في الهواء. الاقتصاد يتضاعف ولا معدل النمو اللي هيتضاعف؟ هما الاثنين تقريبا يا استاذ يوسف هما حاجه واحده، مرايه واحده. انت معدل النمو ده معناه ايه؟ ان كل قطاعاتك من زراعه وصناعه وتجاره وكل والتلي كوميونيكيشنز والاتصالات وكل ده كلها اجمالي يتضاعف، يبقى انت كل قطاعاتك بتتضاعف، هو ده معناه ان اقتصادك بيتضاعف. يعني انا معدل النمو بتاعي كام دلوقتي المتوسط العام؟ بص احنا داخلين السنه دي عشان نبقى امناء وواضحين يعني في حدود 5 أو 5.5. ما هو لو ده تضاعف ده معناه ان معدل النمو بتاعي السنه الجايه بعد 10 سنين هيبقى بعد 10 سنين هيبقى حوالي 10% او 11%. اتفرج بقى بعد كده. يعني انا قصدي اقول ايه؟ انا قصدي اقول ان احنا عندنا موارد ولا ما عندناش موارد في مصر؟ احنا عندنا موارد كتير جدا، صح ولا لا؟ افقر حته في مصر فيها موارد، انا بقول بنزل حضرتك في المحافظات في الموازنه التشاركيه عندنا مشروع مهم جدا بنضرب فيه الشباب يقروا الوضع الاقتصادي ويفهموا الموازنه وكل وزارات يعني كذا وزاره مشتركه فيه. الشباب دول هم بنفسهم بيعرفوا المشاكل، هم نفسهم بيحلوا مشاكل المحافظه.
فتحول المواطن بدل ما هو متفرج الى شريك في عمليه التنميه. أوكي. احنا خلينا مشاكل في الفيوم من غير ما نضيف اي اعباء اضافيه على الدوله ودخلت فلوس للدوله. موضوع بسيط جدا، الناس دخلها معاك في الصوره، هم نفس الناس اللي هيساعدوك تعمل اللي انت عاوزه. انا متفق معاك ان الكلام ده عاوز قعده طويله. شفت بقى انا قلت لك هتنورينا يا فندم، انت تؤمر بالارقام والاوراق هنملى. لا مش بس كده، دي الزهاد بقى وشباب بيجوا معايا هم اللي يتكلموا. يلا بينا شاهد عيان، يلا بينا. يعني ان شاء الله تيجي معايا الفيوم. متفقين. بس هو الدنيا هتبقى حر اليومين دول، بس ماشي. انت على يا فندم معلش، انت لما بتبقى موجود مع الشباب دول انت هتنسى الحر. انا يعني انا هنسى الحر، انا موافق. حصل حصل اتفاق. سياده المحافظ يسمعنا، عايز اشكر الدكتور احمد الانصاري ودكتور محمد عماد. دكتور احمد طبعا ده المحافظ، دكتور محمد عماد النائب. بص مجهود جبار، احنا ابتديناه طبعا بالتوازي في اسكندريه والفيوم، وطلع قرار مجلس وزراء لازم نفعله في كل محافظات مصر. لا دكتور انصاري حبيبي، هو عارف. انا بشكرك جدا 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 يا استاذه ساره، وانا عندي كلامي هاجي على الفيوم وحضرتك برضو تنورينا، ويبقى الشباب موجودين ونقعد نتكلم ونفحص ونمحص الكلام اللي اتقال على عهدة جولدمان ساكس. ده الكلام اللي لقيته استاذة سارة. اولا اشكر استاذة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.